السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم طريقة باش غادي نصيبوا البغرير. غادي نحتاجوا ملعقة صغيرة من السكر سنيدة، ملعقة كبيرة من الخميرة المعجونة، الملح حسب الرغبة، عندنا هنا جوج زلايف كبار من الفورص، ثم زلافة من السميدة الرقيقة. بسم الله على بركة الله، غنبداو نديرو الملحة. نديرو السكر سنيدة ونديرو الماء دافي. نضيف الخميرة نخليه يطيب الخميرة شوية، بالنسبة هنا ضفنا على المقادير الماء دافي. دابا نبدا نصب الدقيق شوية بشوية مع الاستمرار في التحريك. نضيف من بعد السميدة رقيقة، اللون كما كنشوفو ها هو الخليط ديالنا ولا جاهز. نضيفو شوية الماء والزعفران لكي يعطينا لون أصفر. إذن هنا خلينا من بعد ما سلينا وخلطنا المقادير وجمعنا ودمجنا مع بعضها، خليناه يخمر لمدة 20 دقيقة وغنبداو الآن في الطياب. بالنسبة لي أنا أقوم بغسل المقلاة. نبدأ بالطهي. بسم الله على بركة الله. كما كنشوفو كنوضعو شوية الخليط في المقلاة وننتظر حتى يتقب. من بعد نزولوه ونشلو تاني المقلة ونعاودو نصبو خليط من جديد، وممكن تستعملوه بلا ما تشلو المقلة.
ولكن الا شلنا المقله كيتقب بطريقه احسن. ملي كطيب لينا كتبدا تطلع شويه من الجوانب صافي، ومن بعد كنزولوها. ها هي حد عندنا هنايا بدات شويه كتطلع من الجوانب صافي، غادي نزولوها ونوضعوها في الزيف. كما كتشوفوا ها هي، ها هي من اللور بنفس الطريقه نبقاو حتى نكملوا كاع الخليط اللي عندنا. بالنسبه لي انا خديت شويه من الخليط وضفت عليه الكوكو. اذا ها هو نطيبوها بنفس الطريقه باش طيبنا البغريرات الاخرى. هيا نسلو فيها حتى تثقل. هيا هنا انا ديجا طيبتهم، هما شتو كي كيجيو. اذا هنا من بعد ما طاب البغرير ها هو قدمناه وتزين كيبقى حسب الرغبه. نتمنى ينال اعجابكم، وما تنسوش تشاركوا على قناتنا يوتيوب باش يوصلكم كل الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن ها هو من بعد ما طاب، نتمنى تنال الوصفة إعجابكم. ما تنسوش تشاركونا في الموقع ديالنا وصفة www.wasfa.net. وش غتسجل دابا؟